مدام لي ماكارون لي ماكارون تقليديين اللي هما ماشي لي ماكارون فرونسي اللي كان هادي ماكارون ديالنا مغربيه ايه محت فغادي ناخذوا المقادير هذه اول مره غنعطيوها هذه اول اذا غنقيدوها معك داكوغ يلا نبداو اذا عندنا غنعطيهم بالضبط المقياس بالضبط يعني بالغراماج لان خصهم الغراماج باش يصدقوا ليهم اذا عندنا 200 غرام ديال السكر كلاصي وهنا عندنا 250 غرام ديال اللوز مطحون بالقشره ديالو كنجيب اللوز كنمسحوه بواحد الزويف وكيطحن في اله حتى كيولي عندي بودره هنا لي ماكارون الفغي اللي كيقولوا لنا خصنا نديروا 250 غرام ديال اللوز كنديروا معاه 300 غرام ديال السكر انا ما كنقدرش لان انا جربتهم غير ب 200 غرام وجاو الد وجاو معلكين لان 300 غرام كيجيو حلوين بزاف اذا 200 غرام يعني زعيقين فقط نحتفظوا انا فقط عطيت الوصفه يعني كما هي اللي هي 300 غرام غير باش ما يقولوش هدى علاش مقصتي راه لا هدى ما غاديش تصدقني لا راه واخا 200 غرام ديال السكر كتصدق طيب حسب الذوق اللي كيبغي تحليه بزاف يدير 300 غرام اللي ما بغاش الحلاوه بزاف يدير 200 غرام اللي بغى الحلاوه معوطه يعني مقاده 200 غرام بغيتوهم حلوه كثيره كنديروا 300 غرام لا السكر كلاصي ضروري اذا كنطحنوا اللوز حنا غنعطيو المقادير الطريقه باش ما يضيعش لنا الوقت بزاف اذا عندنا 250 غرام ديال اللوز مطحون عندنا بالقشره ديالو عندنا 200 غرام ديال السكر كلاصي عندي معلقه كبيره ديال الكونفيتير وما نعوضهاش بالجليكوز باش ما يجيناش السؤال واش ممكن نعوضها بالجليكوز لا بالكونفيتير لان ديال الطريقه تقليديه السؤال اللي كيطرح عاده ماشي واش نعوضوا الكونفيتير بالجليكوز نعوضوا بالجليكوز لا حيت كاين اللي غتقول لك واش ندير التعليكه اكثر ندير الجليكوز لا فالكونفيتير كونفيتي اللي يكون خفيف ديال الحلويات 80 مشمش واه داك الخفيف عندنا 80 غرام ديال بياض البيض هنا عطيت 80 غرام نورمالمون غادي يكونوا جوج بيضات ثلاثه البيضات على حسب الصفر البيض واش كبير لان البيضه العاديه كتكون فيها 60 غرام حتى 65 غرام واضح اذا البيض ديالها اذا غيكون ثلاثه البيض البيض على الاكثر هنا انا كندير واحد الطريقه هذه صافي ديال المقادير الفاني كتبقى الا بغينا نسمه الفاني والاحسن الا بغينا يكون داك الفاني السائل اذا ناخذ اذا اللوز هو الاول اييه كنطحنوه نطحنوه بالقشره اييه كنطحنوه بالقشره ديالو وكنخلطوه مع 200 غرام ديال السكر كلاص اذا الرابعه ديال اللوز مطحون بالقشره ديالو ممسوح ومطحون غبره كنضيفوا عليه 200 غرام ديال السكر كلاصي او 300 حسب الاختيار وكنضيف عليهم معلقه ديال الكونفيتير انا كندير واحد الطريقه اللي هي كتجيني معلكين اكثر والد اكثر هي كناخذ اللوز مطحون وكنضيف له السكر كلاصي وكنضيف له الكونفيتير وكنرجع نعاود نطحنهم مره ثانيه مع بعضياتهم باش كيعطيوني واحد التعليكه رائعه وهذيك المعلقه ديال الكونفيتور تسقدنا باش نعاودو نطحنو اللوز بطبيعه الحال كنعاودو نطحنو في اله كهربائيه حتى كنطحنوه مزيان وعاد كنحطوه في واحد البول في واحد الزلافه وكنضيفو له بياض البيض كنضيفو بياض البيض وحنا كنضربو بالطراب اليدوي بلا بفرشات ماشي بيدينا بياض البيض ما كنضربوش اولا على شكل ناج لا 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 مباشره لا 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 مباشره كنبداو نضيفوه كنضيفوه بشويه بشويه وحنا كنضرب يا اما بالطراب يدوي او لا بواحد الفرشات ياك حتى كيتخلط عندنا كله كنغطيو ديك الزليفه ديالنا غتولي عندي كريمه خفيفه شويه ديال اللوز غادي نغطيها وغادي نوضعها في الثلاجه مده ديال ساعه بعد ما كدوز الساعه كنديرها في واحد الجيب حلواني ياك كنديرها في واحد الجيب حلواني وكنوضع عليها البوق يكون ما مشنفش عادي العادي ديالنا وكناخذ بابي كويسون اولا داك الليمون دابا واحد لا واحد السيليكونات لاطات بلا يعني جلده كتكون مستطيله فيها بلاصه لي ماكارون هي اللي كنصاوب بها لي ماكارون فرونسي فممكن هذيك بالضبط انا شخصيا كنستعملها من قبل كنت كنستعملها بابي كويسون غير ورق الصهي كنحطوه فوق اللاطه حطيه فوق اللاطه بدي ديري دوائر صغيره داكوغ وكنجبدوها في الوسط بحال هكا اه كتجي كتحط زعما الناس راه كيشوفونا دابا كنجبدوها من الوسط زعما راني عرفتهم زعما فكنديروها في الجيب الحلواني وكناخذوا ملي كتبقى لنا دوك لو بيك او لا ديك كيفاش نقول لها بالعربيه تقم قيمه اعطيك الرضا فاهمين انا وياها في الحوارات ولا كي نقولوا شكل هرم لا تقم قيمه هي اللي مهمه واعره هدي عندك لو بيك كتعوضها وديك تقم قيمه واعره هدي عندك هدى برافو كتبقى لنا هذيك الخويات الفوق هذيك تقم قيمه كنحطوا فوق منها لوزه
نحطوا اللوزه ضروري اللوزه هادو هما لي ماكارون ديالنا كنعرفوا انها مصوبه باللوز فكنحطوا اللوزه بالقشره ديالها ماشي مقشر بالقشره ديالها ممسوح لا 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 عاديه كنحطوها فوق منهم وحاجه مهمه باش كندخلوهم للفران هنا الناس اللي عندهم الفران العادي ما عندهمش الفرفاره كياخذوا واحد ربع كاس ديال الماء من بعد ما كتكملي لاطا ديالك كلها كتكملي لاطا هما كيكون الحجم صغير حيت هي كتزاد كتوسع يعني ما فيهاش الخميره لا لا ما فيهاش خميره اللي ما كانوا فيهمش خميره فكنوضعوا ربع كاس ديال الماء وكنهزوا بالاصابع ديالنا كنديروا واحد الزليفه وكنبداو نهزوا بصبيعاتنا وكنرشوا ديك الجوانب ديال لي ماكارون كنرشوهم علاش لان ما عندناش فران ديال الضوء اللي هو فونتيلي ماشي فران عالي يعني اللي فيه الفرفاره باش ينفخهم فهذاك الماء كيكون عوض من ديك الفرفاره وهي كطيب وحنا كنرشوا مره لا 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 غير في الاول كتهزي الماء وكترشيه بالجوانب واخا ترشي فوق منها ممكن ترشي فوق منها شويه الماء هذاك الماء غيساعدها بانها تنفخ وتجينا معلكه اكثر شحال كطيب في الفران كطيب في الفران نورمالمون كتدخل هي كانت الفران ديال الضوء على درجه 180 درجه كتاخذ 12 دقيقه 10 دقائق 12 دقيقه واضح 12 دقيقه عاد كنحلوا الفران كنخرجوها كنخليوها شويه كتبرد وهي في الاصل علاش كنا كنسميوها لي ماكارون لان كنلصقوا وحده مع وحده ما تجيش بان نلصقوا بشي جنة هي كتكون معلكه بزاف فكتلصق بوحدها فايوا الا بغيتو تلصق ليكم كثير فممكن شويه ديال الجليكوز ولا شويه ديال الكونفيتور وكنلصقوهم بين بعضياتهم باش كتجيني وحده على وحده وهذوك هما اللي كنسميوهم لي ماكارون لي ماكارون باللوز المغربيين لي ماكارون المغربيين وسهلا من جديد حبيبتي كاين عندنا طلبات عطينا الطلب ديال الماكارون البلدي كاينين طلبات اخرى بطبيعه الحال كاينين طلبات قبل ما ندوزو لطلبات شي فوده واحد السؤال تفكرتو لان كان جانا في احدى الحلقات اللوز والكاوكاو ديال الفقاس باش فاش يبغيو يقطعوه كيفاش ما يتهرش واش كترقدوه في الماء زهر اولا في الماء اولا كنديروه مباشره كان سولتنا مستمعه على اللوز والكاكاو ديال الفقاس نورمالمون خصهم يترقدوا واحد ساعه على اكثر ساعه حتى ساعه ونص ما كنفوتوهاش في الماء ديال الزهر ماشي الماء الزهر بوحدو لا حيت الماء الزهر كيقصحو فالماء كاس ديال الماء ديال العادي اللي من الروبيني وكنوضعوا فيه واحد المعلق ديال الزهر وكنرقدوه وكنغطيوه بواحد الفيلم اليمونتيغ ولا بلاستيك حتى كيترقد مزيان ومن بعد كنديروه كنصفيه وكنستعملوه عادي ما نخليوش لان ملي كيبات ليله كامله او لا اكثر من واحد ساعه ونص بحال اللي كيولي كينعكس يعني كيولي لاوي حتى تقطع غادي يبدا يتهرس ليكم واضح اذا ندوزو للطلبات الاخرى حلوه كطيب في الزيت شي فوده اذا حلوه اللي كطيب في الزيت كاينه عندنا حلوه ديال اللي كدير بداك الطابع عندنا حلوه الغرف او لا عندنا الحلوه اللي كتكون بحال تشرو او لا البينيه ماشي بينيه ولا خرينغو برافو عليك فهذو هما الحلويات اللي كطيب في الزيت واشهرهم هي حلوه الغرف اذا الخرينغو كنا عطيناه الغرف عطيناه الحلوه كذاك ديال الوريده عطيناها غير نزلنا عند رغبه المستمعه الكريمه اللي راه ما تجهنا شاي الطلب ديالك بل على العكس ولكن لان هذه الوصفات هذه كلها منزله على الصفحه الرسميه اسره شجاع فهم ربما كنبغيو نعطيو دائما الجديد فقط شويه ديال الصبر واننا تشوفوا معنا الصفحه ديالنا علاش لا لان فيها كثير كثير من الامور اللي غتعجبكم كثير من الطلبات بطرق اللي هي مختلفه هدى شوف هدى دائما ستعطي كل عام كتعطي حاجه بطريقه جديده فهاد الوصفات كلها غير غنعاودوا سريعا ربما المستمعه الكريمه تبغي تسجلها مباشره فنعاودوا سريعا الحلوه ديال الطابع او الحلوه ديال الغرف اللي حابه اللي كيتقلاو في الزيت هدى اذا غادي نعطيو حلوه ديال الغرف غادي تكون هي ممكن ما تستعملهاش بنفس الطريقه اللي كتباع في الغرف يعني اللي كتكون كنقولوا كنديروها في الغرف ولا في هذه فممكن اي كاسرونه صغيره نستعملوها فيها اذا غادي ناخذوا 250 غرام ديال الدقيق اللي هو الفورس عندنا غنديروا فيه واحد الحفره وغادي نضيفوا له حبيبتي صفر بيضه سكر فاني وحده ديال السكر الفاني معلقه صغيره ديال الزبده مرخوفه معلقه صغيره ديال زيت المائده معلقه صغيره ديال نافع مطحون مغربل عندنا معلقه كبيره ديال ماء الزهر وعندنا معادي العجين هادو هما المقادير كنجمعوها بيدينا بالاصابع حتى كنبداو نضيفوا الماء بشويه بشويه كنعجنوا العجينه ديالنا مزيان حتى كتولي عندنا رطبه بعد كنغطيوها ترتاح واحد ربع ساعه كنقطعوها على شكل غرسات صغيورين يعني غرسات بحال اللي كنديروا مسمن صغيور رقي يعني صغيورين بزاف في الحجم ديال المشماشه بحال اللي كنقولوا ونغطيوها ترتاح باش كتسهل لنا باننا نطلقوها من بعد كناخذوا زليفه فيها الزيت كنبداو نورقوا
على شكل ورقه بحال اللي غندير مسمن، هما كيكونوا صغيورين، هي ما كنورقوهاش كثير تتولي شفافه، كنورقوها بشويه وكنهزوها من الوسط ديالها، كنهزوها كنجي لوسط ديك الدائره، كنهز العجين ديالي كنوضعها في حمام زيت اللي كيكون يا اما في كاسرونه اولا في غراف، زعما الغراف ديال الحليب، يعني اي غراف ماشي ضروري داك الغراف ديال الكيكوز اللي كان، اي نوع ديال الغراف ديال الحليب اولا كاسرونه بحال اللي قلنا صغيره، وكنوضعوها وهي كتخرج لنا على شكل وريضه. فمني كتخرج يعني مني هي كتقلب يا اما بفرشيط ولا بالقطيب بحال اللي كنا زمان كنشوف الوالدين ديالنا كيقلبوها بواحد القطيب حتى كتقلى مزيان وكتولي كخوستي، وكنحطوها والتزيين ديالها يعني ما بقيناش كيديروها السكه، لان شحال هذيك كنا كنشوف والدينا كيديروا السكه كلاصي، لا دابا ولات كتحط، ولات من الموضات اللي كتحط في الكوتي اولا في الحلوه يعني هكا في مناسبات كنحطوها، وكناخذوا خطوط ديال العسل اللي كيكون العسل الممتاز اولا العسل الحر اولا اي نوع ديال العسل اللي كيكون ممتاز، كنديروا خطوط عليها وشويه ديال لوز ايفيلي من فوق منه محمر ومهرس واحد شويه باليد، وكنوضعوها فكتجي رائعه في كوتي اولا الا عندي شي عراضه هكا فيها الكوتي. تبارك الله صراحه شيف هدى، كانت هذه الحلوه ديال الحلوه اللي كطيب في الزيت تحت طلب المستمعه الكريمه. غنشوفوا طلبات جديده هذه المره على الارقام 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36. معنا من مدينه الدار البيضاء لطيفه. صباح الخير لطيفه. صباح الخير لله. مرحبا بك. ديري لاباس عليكم؟ بارك الله عليكم على هذا البرنامج، كنشكركم بزاف. الله يبارك فيك لاله لطيفه، شكرا. كنشكر هدى اليداري حبيبتي وجميله وهدى معاك، ربي يحفظك. تبارك الله عليكم كاملين. الله يبارك فيك. تبارك الله عليك حتى انت لاله لطيفه. الله يبارك فيك لاله. قلت لك الله يخليك، درت واحد اللوزيقه بغزال ولكن كيطلق لي ليدان بزاف، ما عرفتش ندير له. إذن عندك اللوز بلدي، خديتي اللوز البلدي؟ هو اللي كيطلق نسبة ديال الزيت كثيرة، ف يعني إلا درتي هكاك غادي يولي عندك مشكلة في الكعبة، باقا ما درتيش؟ يلا كان مازال ما درتلوش الورقة وداكشي. لا أوكي، إذن غادي نجاوبك حبيبتي، غادي نجاوبو أكيد لطيفة من دار البيضاء. بقي معنا لطيفة باش ما يطلقلكش اللوز ديال كعب غزال الزيت. غادي ناخدو طلبات أخرى دائما على الأرقام 0522 36 10 36 أو 0522 36 05 36. كريمة مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف لاباس عليكم؟ الحمد لله. الحمد لله. شافك ممكن نطلب واحد الطلب من الشيف هدى؟ حبيبتي مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبتي كريمة. الله يطول لي عمرك لاله، الله يحفظك ليا. اختي عافاك، بغيت الطعام بالكفايه وتكون طريقه اختي جديده اذا كان ممكن. واخا بريستيج، واخا لاله. شكرا. مشكوره كريمه من مكناس وكل المستمعين ديالنا في كل المدن المغربيه. مازال غنتواصلوا معكم ومازال غنشوفوا الطلبات ديالكم يا كهوده. 0522 36 05 36. جاوبنا لحد الساعه على لي ماكارون القدام او البلديين، على الحلوه اللي كطيب في الزيت، مازال ايضا طلب ديال الغريبه البهله اللي عطيناه ماشي مره ماشي جوج، عطيناه يعني بكاع النسمات عطينا الغريبه البهله، ولكن ان شاء الله غادي نعاودوا المقادير سريعا. مازال ايضا الزيتون شرمل، وغنجاوبوا قبل من هذا الشيء على لاله لطيفه من الدار البيضاء اللي كتقول ان عندها مشكل ديال اللوز ديال كعب غزال جاها مزيت بزاف وهي مازال ما شرتش الورقه، دونك واش كاين ممكن واش كاين امكانيه انها ترجعوا ناشف شويه ما يبقاش ليها مزيت؟ امكانيه الانقاذ. اذا اللوز في اي وقت وصلنا بانه كان فيه نسبه ديال الليدام، لان البلدي كيطلق واحد النسبه ديال الزيوت، فهي اول حاجه خاصها تعصروا من ديك شويه من داك الزيت اللي هو زائد، وداك الزيت ما كترميش لان صالح، هذاك هو زيت اللوز الحقيقي اللي كيصلح للتجميل. فغادي ناخذ من بعد ما نزولوا داك الزيت واحد شويه، ما غادي نزولولوش كامل لان لا عصرته كله غينشف ليا ناشف، فهمتي؟ فكنحاول نحيد غير داك الزيت اللي هو فائض اللي كيبان ليا كيزيد. غادي ناخذ اللوز ديالي غادي نوضعه في واحد زلافه، غادي نوضع فيه صفر بيضه بالنسبه لنص كيلو، الا عندي نص كيلو ديال اللوز حنتو كنضيف فيه صفر ديال البيضه، الا كان عندي كيلو كندير بيضه كامله، اولا ممكن نطرب بيضه كامله ناخذ غير النصف ديالها اللي كنوضعوا لذاك اللوز باش كيرجع لي بعدا ما كيبقاش كيتفرزت، لانه هو الا كان ناشف من الزيت ولا كان فيه الزيوت مجرد ان كيسدي تشكليه كيولي كله كيتشقق لك يعني ما كيصدقلكش، وزائد كنضيف له واحد معلقه كبيره ديال النشا، الا كان ما عنديش النشا كنقدر نستعمل الدقيق الفورس، فكندير البيض كندير معلقه ديال الدقيق لكل نص كيلو، معلقه ديال الدقيق ولا معلقه ديال النشا بعد ما كنطرب معنا كبيره اياه، وكنعجنو وكنلقى بان العجينه ديال اللوز ديالي رجعات عاديه ما كتطلق لا زيت لا حتى شي حاجه، حتى المذاق ما كيتغيرش، لا ما كيتغيرش نهائيا المذاق ديالها. واضح.
وحاجه اخرى كنضيف معلقه ديال ماء الزهر، لان ماء الزهر كيحارب اللوز الا كان ناشف ولا كان فيه الزيت. تبارك الله عليك شيف هدى، مازال الطلب ديال غريبه البهله هذه المره. ايه اذا غريبه ديال البهله غادي نوضعوها اليوم، غادي نوضعوا الغريبه ديال البهله بالبراليني بالليمون باللون بالليمون. غادي نستعملوا 250 غرام ديال الزبده، قلنا اي نوع ديال الزبده، لان الناس الزبده ديال العبر كتفرتت لينا. فممكن نستعملوا الزبده ديال المارغرين. كنستعملوا جوج معالق كبار اسمحوا لي معلقه كبيره ديال البهله ديال البراليني. وهنا البراليني انا شخصيا كنقول اللي بغى يدير اللوز يديرو، هو كيتبع واجد اولا الا صوبتوه في البيت. معلقه حتى جوج معالق كبار على حسب الاختيار ديالكم. كنوضعوا معاهم قشره ديال الليمون معسله. دابا راه عطينا طريقه ديال التحضير ديالها ديجا كاينه، الليمون القشور ديال الليمون معسلين، اولا الا ما توفروش عندي نحك واحد الليمونه كبيره، نحك القشره ديالها ونوضع جوج معالق كبار ديال عصير البرتقال. نعم. فنستعملوا معلقه حتى جوج معالق، هي غير معلقه واحده كافيه ديال قشور الليمون معسلين، كنستعملوا جوج معالق كبار ديال عصير البرتقال. كنوضعوا معلقه حتى جوج معالق كبار ديال البراليني سواء اللوز او النوازيت. كنستعملوا جوج كيسان ديال زيت المائده. كنستعملوا 200 غرام، لان استعملنا البراليني حلو، غنستعملوا غير 200 غرام فقط ديال السكر. وهنا نستعملوا السكر كلاصي احسن. اذا كانت السنيده 250 غرام. 250 غرام. كنستعملوا ثلاثه الخمارات. كنستعملوا الدقيق، هي وما هزات قلنا الدقيق عندها كتراوح من 800 غرام حتى ل 950 غرام. ديال الدقيق اللي كتهز في هذه المقادير بالضبط، قبصه ديال الملحه. وكنجمعوا العجين ديالنا، اول حاجه كنديروها هي الزبده، كنحكوها مزيان مع السكر، يا اما سكر كلاصي يا اما سنيده، وكنوضعوا نضيفوا الزيت. بشويه بشويه جوج كيسان قلنا ديال العنبه ديال زيت المائده، كنضيفوا البراليني، كنضيفوا قشور البرتقال، وكنضيفوا جوج معالق كبار ديال عصير البرتقال. او الا ما بغيناش عصير البرتقال ممكن نستعملوا معلقه كبيره ديال ماء الزهر. لكم حريه الاختيار. وكنضيفوا هادشي كله حتى كتولي عندي على شكل كريمه، عاد كنضيف عليهم الدقيق والخميره اللي كنكونوا كنبدا نوضع واحد الزلافه ديال الدقيق، وكنضيف على الخميره وانا كنجمع حتى كنكملها. من بعد بطبيعه الحال كنكوروها وكنوضعوها في لاطا اللي مرشوشة فقط، المرشوشه بالدقيق. اولا اللي عندي لاطا ديال البهله اللي كتكون خاويه من التحت، وكنوضعها في الفرن يكون سخون، ودائما العافيه من الفوق ديالها ماشي تحت منها، الفوق حتى كتشقق، كنعطيها 8 دقائق حتى 10 دقائق كتشقق مزيان، عاد كنحط لها العافيه من تحت منها باش كطيب. تبارك الله عليك، وهذه كانت من احدى الوصفات اللي جربناها وجربتها الماما، وكتشكرك عليها لان اول مره غادي نجح عليها البهله. عرفتي ملي قال جربناها ما شاء الله فرحتوني. لا انا قلت بعدا انا على راسي، يعني انا راسي ملي قال جربناها شفت فيها بحال هكا. انا صافي بغيت تعجبني البهله، يعني صراحه من الحلويات اللي فريمون تيعجبوني. رائعه. ولكن انا جربتها مره واحده في شحال هذه، تشقات صغيره مابقاش عاودتها. لا هي تشقات، ولكن جات في المذاق مي جاتني قاصحه صراحه. الله جاتني قاصحه في المذاق، جات زوينه ولكن جاتني قاصحه. حنا كانت كتجينا في المذاق زوينه ولكن عمرها ما كتشقق لينا. دابا عرفنا السر كيفاش كتشقق. الحمد لله. تما ما صيبتهاش. كانت حركه جميله تسو بهذه الطريقه لانها فعلا طريقه ناجحه. نعم ندوق بعد اللي صيبات هدى ماما. صيبات عاود نصوبها ان شاء الله ونجي ان شاء الله يا رب. ممكن شهاده للمستمعين انا ما كتجيبش ليا، ما كتجيبش لي لا انا ولا هند ولا انت يا هدى. ياك انا عمرها ما نسيت كتعلمها. دابا طمعتوا فيا انا وخليتي الشيف هدى. انا الشيف هدى اللي يدري ديجا ضيقه الطياب. لا لا ديجا ضيقه الطياب ديالها، الانسان ما ينكر شيء. عاود عاوتاني عمرك حبيبتي. كيما كنتيش معاها هدى ديال السردين اللي كل تحكى عليها ديجا طقناها. دابا نرجعوا للموضوع ديالنا مع المستمعين والمستمعات اللي غنتلقاو مكالماتهم على ارقام 0522 36 10 36 او 36 0536. مازال عندنا السؤال ديال كريمه من مكناس اللي تكلمت على سكسو بالتفايه بطريقه جيده وشي حاجه تكون راقيه. نمشيو ناخذوا لبنى من اكادير. السلام عليكم لبنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اختي زميله كي دايره لاباس عليك؟ الحمد لله انت على خير. لاباس الحمد لله ربي يخليكم. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. العفو لاله لبنى. مرحبا بك لبنى. كنسلم على اختي هدى واختي هدى الاخرى. شكرا لك حبيباتي. شكرا اختي لبنى. مرحبا بك. لاباس بخير الله يعطيكم الخير. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج كتفيدونا بزاف. حنا كنستافدوا منكم لبنى. عندك سؤال لبنى؟ لا يعطيك الخير. عندي سؤال اختي هدى، هي داري عافاك الا كان عندي طلب ديال شي طرطان ديال عيد ميلاد تكون سهله شويه ومهم بسيطه. نعم قول لي لبنى كتدخلي الباج ديالنا اوفيسيال استاذ شيخ سعد فاهم ما بغيتش نقول كتدخلي لها ياك عندك ايوا راه عندنا غتلقاي طورطه اللي جديده حطيناها لكم في الاخر ديال 2016 ياك هدى اللي هي حبيباتي غتلقايها
نعم عجبتك هو هذاك ما عجبتكش نطلبوا له الدعم. انا نقترح على لبنى تصيفط لنا ميساج في الباج اوفيسيال وغادي نحاولوا اننا ندرجوها لك. نعم شكرا بزاف. نعم مشكورة لبنى من أكادير على التواصل ديالك ومشكورة على الوفاء ديالك أنك تدخل لاباج أوفيسيال ديالنا أسرة سيغ شادة فأم وكذلك حتى أنك كتواصلي معنا واللي كيتواصل معنا كذلك على SMS على 55 66 درهم تي تي سي. ناخذ أسئلة أخرى معنا من محمد يا فتيحة. صباح الخير فتيحة. مرحبا بك. كيدايرين لاباس عليكم؟ الحمد لله كلشي بخير. كنشكركم على هذا البرنامج بزاف وأنا ديما كنصنت ليه وكنعيط ليكم وما كيشتش ليا بزز باش هاد ليا دابا. ايوا حنا فرحانين ان اليوم كيشتش ليك الحمد لله. مرحبا بك فتيحه تفضلي بالسؤال ديالك. بغيت نطلب من هدى ليا داري الله يخليك هذيك الحلوه ديال الغرف اللي قالت دابا مع انا يدي ثقيله شويه في الكتبه وما ما قيتهاش كامله. شنو اللي باقي ناقصك؟ ما قيتهمش المقادير كامله. كاملين المقادير كاملين واضح. نعم والله يخليك بغيت ندخل للفيسبوك بالاسم ديالكم وما عرفتش شنو نكتب باش نقول اسرة سيغ شادا اف. عطيها بالحروف ديالها باش تعرف تكتبها. اذا غادي تكتب اسرة او عندك باش تقيدي اياه او او دوز اس ا ار ا اسرة غديري اسباس وغديري الله يخليك ما مشيت نجيب وقت. اي تفضلي صافي ممكن تكتبي دابا. اوا اذا غديري او او اها او deux s r a o u s s s s r a tu iras dire espace ou iras dire sur yani s u r ايه غدير اسباس واحد اخر وغديري شادا c h a d a في اسباس اف ام اسرة سيغ شادا اف ام. شكرا بزاف. مشكوره فتيحه من المحمديه على التواصل. مرحبا بكم دائما على ارقام 0522310030 او 0522310035. مرحبا بكم من جديد مستمعينا مازالين مع الشيف هدى اليدري فقره شيوات مجربه ولذيذه باش نجاوبوا على كل الطلبات ديالكم المطبخيه واللي غتلقاوها على الارقام 0522310030 او 0522310035. خدينا مجموعه ديال الطلبات قبل الفاصل وكاينين طلبات اللي خديناهم الاسبوع الفايت واللي من بينهم الزيتون. الطريقه كيفاش نشرملو الزيتون الشيف هدى حبيباتي اليوم حلقه الاعادات يعني. الزيتون مشرمل حتى هو كاين في الصفحه ديالنا ولكن ما عليه حنا كنعاودو غير نذكرو. اذا اليوم غادي قبل منها تعاودي غير تذكري بالمقادير ديال الحلوه ديال الغرف لان السيده قالت لك كانت كتكتب وما قراتش. علاش؟ لان هاد السيده هادي من الناس اللي غيبدا تواصل معنا في الصفحه الرسميه ديالنا وحنا كنشكروا كل الناس اللي كيجتهدوا وكيحاولوا حتى هما معنا شويه بشويه فمن عندنا ومن عند كل المستمعين تبارك الله عليهم. اذا الحلوه سريعا هدى سريعا اذا عندنا ربعه ديال الفرص عندنا صفر بيضاء واحد فاني سكر فاني ساشي معلقه صغيره ديال الزبده معلقه صغيره ديال زيت المائده معلقه صغيره ديال النافع مطحون. والناس اللي ما كيبغيوش النافع كثير ممكن يستعملوا غير نص معلقه كثيره معلقه صغيره الماء العادي من الروبين اللي كان العجينه وعندي معلقه كبيره ديال ماء الزهر. واضح هادو هما المقادير ديال الحلوى ديال الغراف. كنتمنى السامعه الكريمه تكون قيدته معنا. ندوزو دابا للزيتون. اذا زيتون مشرمل زيتون اسود مشرمل واحسن هو نحيدو العظم من الاحسن باش كيجينا ساهل حتى في الماكله. واش غنكتب معاك الوصفه واش بطريقه جديده ولا بالطرق اللي حنا منزلين على الصفحه؟ لا لا طريقه مختلفه. يلا اذا نبداو. اذا غادي ناخذوا الزيتون الاسود غادي نزولوا العظم ديالو من الاحسن. عندنا هنا كيلو غنستعملو بالنسبه للكيلو غادي نستعمل فيه كاس الا ربع ديال زيت الزيتون شويه بالمهل. كيلو ديال الزيتون الاسود ديالك نحيدلو العظم اي من الاحسن وكيبقى اختياري الا ما بغاوش يحيدو العظم ممكن نخليوه. كنوضع له كاس الا ربع ديال زيت الزيتون حتى الكاس الا عندي اكثر كنستعمل حتى الكاس. عندي الا ربع من زيت الزيتون اييه غنستعمل ثلاثه الفصوص ديال الثومه وهنا الثومه كندقوها ولا كنمعسوها. كنستعمل جوج ورقات سيدنا موسى. كنستعمل واحد نص معلقه صغيره ديال اوراق الزعتر ما يكونش مطحون غير وريقات كنحشو بيدينا نص معلقه صغيره. غادي نستعملوا معلقه صغيره اولا ديال الهريسه نص معلقه صغيره ديال الزعتر الزعتر
الهريسه كتبقى حريه الاختيار، وهنا الناس اللي غادي تبقى عندهم مده طويله في الثلاجه في الاحسن يستعملوا السودانيه باش حيت الهريسه تدي واحد النسمه ديال الحموضه الحموضيه فوالا. فالناس اللي ما بغاوش ممكن يستعملوا السودانيه، وكتبقى اختياريه ممكن ما نستعملوهاش كاع نهائيا. غادي نستعملوا ثلاثه المعالق كبار ديال عصير البرتقال. البرتقال ولا الحامض؟ الحامض حيت مشى بالي كنفكر فواحد الوصفه البرتقال داكشي علاش صيبيها لي ثلاثه عشيه عندي الكوغ ديالها داكشي علاش مشى بالي معاها ثلاثه معالق عصير الحامض. تيقت عمي قال طريقه جديده تزيت ولا توقينا فيه البرتقال فعلا لا لا زدنا فيه معلقة كبيرة ديال المعدنوس. معلقة كبيرة معدنوس. عندنا هبرة ديال الحامض. هنا أنا كناخذ نص حامضة كنطحنها عند تخوا حتى كتولي على شكل عجينة. كناخذ نص حامضة كنزولها العظم ديالها مرقدة. كتحيد لها العظم ديالها وكتطحنيها. نعم. أولا ناخذوا غير الهبرة. أولا ناخذوا غير الهبرة كنقطعوها رقيقة بزاف عاد كنضيفوها. نعم. كنوضعوها معاها كنستعمل نص معلقة صغيرة ديال القزبر يابس. نعم. انا شخصيا ما كنستعملش فيها نهائيا التحميره. ف قلنا غير اللي كتستعملي لا بلا تحميره احسن. كنشوف بزاف الناس كيستعملوه بالتحميره بلا التحميره كيجي ألد واحسن. كنحكوا واحد القشره ديال الحامضه، عاديه كنحكوا النص ديالها. كنحكوها رقيقه كنوضعوها معاها، وكنوضعوا واحد شويه ديال ورقات ازير، عويدات ديال الازير، واحد اربعه ولا خمسه ديال عويدات ديال الازير. هنا انا الورقه ديال سيدنا موسى اللي قلت كنهرسها، كنحاول نهرسها على اربعه ولا على خمسه باش كتعطيني النسمه. نعم. بحال اللي غتهرسها بالمقص اولا بالموس، وكتبقى باينه باش نقدروا نزولوها. كنشرملوا كنخلطوا هاد الشي كله مزيان في واحد العلبه، وكنغطيوها وكنحاولوا نخليوها واحد ساعتين ثلاثه ساعات عاد نتناولوه. يعني حتى يشرب لنا الشرموله ديالو مزيان، عاد ديك الساعه ممكن نقدموه بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه الشيف هدى. هذا بالنسبه للناس اللي كياخذوا الزيتون من العادي اللي طايب وواجد كيحيدوا له العظام ويشرملوا بهذه الطريقه. هذا الزيتون الكحل. ايوا. نفس الطريقه نقدروا نعملوها الزيتون الخضر والاحمر او لا مختلفين؟ لا مختلفين. اذا هكا كنكونوا جاوبنا على السؤال ديال المستمعه الكريمه اللي بغات الزيتون كحل مشرمل، فغنزلوا كذلك على الصفحه ديالنا. كاين طلبات اخرى هدى؟ كاين طلب ديال الكريب اللي حتى هو عطيناه مرارا وتكرارا، لكن ما كرهناش من عندك شيف هدى طريقه سريعه ديال الكريب لان ما بقاش لنا بزاف ديال الوقت. كريب يكون ناجح. اذا كريب ناجح عندي اربعه البيضات. وهنا انا كنسمع بزاف الناس كيقولوا لي هدى لا الكريب ممكن نستعمل فيه جوج بيضات، ممكن نستعمل ثلاثه. انا كنقول لكم الطريقه يعني اللي هي مثاليه في العالم كله. نعم. فما نبقاوش نقولوا راه جوج بيضات ثلاثه البيضات ممكن تجيني كريب، لكم حريه الاختيار. انا كنقول لكم الطريقه اللي هي صحيحه ولا اللي كتكون كتبع كتشوف فيها في مطاعم ولا في الاماكن الكبيره. اذا عندنا اربعه البيضات، عندنا نسطرو ديال الحليب، وهنا ممكن نستعملو نسطرو ديال الحليب مع دابا وقت البرتقال. ممكن نستعملو كاس ديال البرتقال كبير، عصير الليمون ولا المندرين، وكاس ديال الحليب باش كتعني نسطرو، يعني رابعه رابعه. كنوضعوهم في الخلاط الكهربائي، كنوضعو معاهم 200 غرام ديال الدقيق، يعني رابعه كنحيدو منهم جوج معالق كبار الا ما عنديش الميزان. كنوضع معلقه ديال الزبده، كناخذ معلقه كبيره ديال الزبده وكندوبها عاد كنضيفها. كنوضع ساشي ديال الفاني. وكتبقى حريه الاختيار، ممكن نحك قشره ديال الليمون نستعملها، ولكن الفاني كيجي ألد مع عصير البرتقال. غادي نوضعوا قبصه ديال الملحه. غادي نوضعوا جمعه الكبار ديال السكر. هذا غيجي كريب حلو. كريب حلو بطبيعه الحال. كناخذ كنضربوا هنا الكريب راه ما فيهش الخميره. بزاف الناس كيسولوا الكريب واش فيه خميره. الكريب ما فيهش الخميره نهائيا نهائيا، ما كتكونش فيه نهائيا. فالسكر الفاني اللي كيكون فيه، وكنضربوا كل شيء مزيان حتى كتولي عندي عجينه. هو الكريب كل ما كانت عجينته خفيفه كل ما كيجيني رقيق، يعني كنشوفوه بعد ساعات كيتباع رقيق في المنظر، ما كيكونش معجن. كتاكلي كريب خفيف وممكن تاكلي جوج ثلاثه وكيجي رائع. نعم. شحال كنخليوه يخمر تقريبا؟ ما فيش خميره، ما كنخليوش يخمر، كنخليوه 10 دقائق يرتاح. كنضربوه مزيان في خلاط كهربائي واحد المده ديال 3 دقائق مزيان حتى كيضرب كيولي عندي على شكل كريمه. بالمناسبه ديال شكل كريمه كنوضعوا فيه قطعه ديال الفرماج باش كيجينا كريمه اكثر والذ اكثر في الحال اللي كيتباع في المحلات.